الآن نعرف أن نسبة البطالة مرتفعة في أوساط الشباب، فتيان وفتيات، رجال ونساء، وبالتالي أمام سؤال الكسب، كيف أكسب عيشي؟ الجنس أي القضيب أو الفرج يحولان إلى أداة عمل، إلى أداة كسب. طبعا المرأة هذا شيء معروف عندها منذ القديم، لكننا كنا لا نعي أن هذا عمل أو نشاط اقتصادي، كنا تقول أنها عاهرة باغي ليس لها أخلاق، في حين أن الدافع الأساسي ديالها هو البحث عن الكسب، كذلك عن لقمة العيش. كنا لا نرى هذا الدافع المحوري، تقول فقط أنها فتاة لا أخلاق لها، تعيش في الرذيلة وبالرذيلة، ولا ننتبه إلى وضعها الاقتصادي والاجتماعي الهش. الآن أصبحنا واعين بهذا العامل وبأهميته، وهو عامل ينسحب أيضا، أصبح ينسحب أيضا على الرجال كذلك. الشاب الذي لا كسب له، لا مال له، لا عمل له، لا بد أن يسقط في هذا النوع من العمل اللي هو العمل الجنسي. وبالتالي فهذه الظاهرة عند الرجال ظاهرة حديثة جديدة، لأن تفشي البطالة أي عدم النشاط الاقتصادي في وسط الرجال ظاهرة جديدة حديثة حداثية. أما النساء فعدم الكسب عندهن كان شيئا بديهيا، كل امرأة ينفق عليها إما من طرف أبيها أو من طرف زوجها أو عمها أو أخيها، إلى ما ناش اللي ينفق عليها عاد تخرج للشارع تتعمل العمل الجنسي. الرجل منذ البداية كان يكسب منذ الصغر، له نشاط اقتصادي منذ الصغر. الآن في وضع الراهن في المجتمعات الحديثة الحداثية البطالة أصبحت هيكلية وأصبحت متفشية في بعض المجتمعات مثل المجتمع المغربي، وبالتالي فإن الشاب المغربي يرى أن هذا حل سهل بين مزوجتين لكسب العيش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.